واهلا بيكم في فيديو جديد، ومعاكم نهى من شركة ايفن. والنهاردة معادنا مع الفيديو المنتظر كل حملة، وهو فيديو فتح الكراتين. عارفة ان انا اتأخرت عليكم جدا جدا جدا، بس تعالوا نتفرج ايه الحاجات اللي انا لحقتها من اول يوم في الحملة. ايوه من اول يوم في الحملة، عشان في التعليقات تحت ما تقوليش نهى الحاجات دي مش متوفرة، انا الاوردر ده طلبه من اول يوم في الشهر، بس حصلت شوية ظروف كده. اول ما الظروف سمحت صورت لكم المنتجات و عملت مونتاج الفيديو ونزلته على طول على القناة. تعالوا نشوف سوا ايه المنتجات اللي لحقتها، واللي هي حاليا هتكون خلصانة من الشركة، ولكن هتكون متوفرة عندي على الجروب بتاعي، واللينك بتاعه في اول تعليق مثبت، وكمان في صندوق الوصف واسمه هينزل لكم على السكرين، ايفن ايكونيك اوف بيوتي على الفيسبوك. تقدروا تخشوا تعملوا سيرش بالاسم، لو معرفتوش تخشوا من اللينك. يلا بينا بسرعة، تعالوا نشوف ايه المنتجات اللي لحقتها ورأيي فيها، وفي حاجات كمان جديدة اول مرة اجربها. تعالوا نشوف سوا هي ايه، وكمان نشوف ايه التحفيزات اللي انا اخدتها. زي ما انتوا شايفين انا حطيت الاكياس فوق وش الكرتونة، وكمان الفاتورة، ونقول بسم الله. ده كده الاوردر بتاعنا، من اوائل الحاجات اللي كنت حابة ان انا اقتنيها او اجيب درجات تانية منها، هو الروج بتاع ايفون كولر تريند. جبت الدرجة اللي هي اسمها واين، والدرجة اللي اسمها كلاسيك ريد. انا عندي وايلد بيري، هي اغمق شوية من واين. الدرجتين دول درجة لونها احمر اللي هو الكلاسيك ريد، والواين ده درجة كده على نبيتي، حبيت ان انا اقتنيهم. ما كانوش موجودين معنا الحملة اللي فاتت وتوفروا الحملة دي، والحملة اللي فاتت انا جبت درجات كتير وطلعت تحفة. هعمل لكم بقى سواتشز، انا كده جمعت حبة حلوين من الروج ده، فهعمل لكم سواتشز للناس اللي بتحبه. اما عن رأيي فيه فهو روج رائع جدا، ثباته متوسط، خفيف جدا على الشفايف، وانا احيانا كمان بستخدمه تنت للخدود، بيبقى رائع وبيثبت معايا، وبستخدمه تحت البلاشر من الارواج اللي انا جبتها الحملة اللي فاتت واتطلبت مني وجبتها تاني الحملة دي، بس دول بتوعي انا بقى، وفتحتهم كلهم وجربتهم. وعايزة اقول لكم ان هو اروع من الروعة، وهو الليب جلوس بتاع ايفون الترا كولر. زي ما انتم شايفين كده الالوان غاية غاية في الروعة والجمال، وعلى فكرة قريب جدا 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 من الليب جلوس بتاع ميبلين، حتى الدرجات كمان قريبة، مع اختلاف طبعا السعر بتاع ايفون ارخص كتير. عندنا الدرجتين دول يا بنات مفهومش شيمر، لكن الثلاث درجات دول فيهم شيمر من جوه بيلمعوا. هعمل لكم سواتشز عنه قريب، بس رائع في ترطيب الشفايف، وريحته جميلة وملمسه جميل، ومختلف تماما عن زيت الشفايف اللي كان بينزل معانا قبل كده. دي كل الدرجات اللي في الكتالوج ما عدا الدرجة الشفافة، هنتكلم عنه بقى بالتفصيل في الريفيو بتاعه. وقبل كده كنت جبت العينات بتاعة البرفان بتاع ايف بريف، وعجبني جدا، ريحته تفاح كده مسكر بالعسل، فقررت ان انا اجيب كمان البودي لوشن لحين وصول البرفيوم بتاعه، لانه عجبني قوي 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 البرفان ده، فهعمل لكم عنه ان شاء الله ريفيو بالعينات واللوشن، لان اللوشن بقى اكد لي كمان ريحة البرفيوم. هنوصفه بالظبط ونقول مكوناته ايه، ولكن هو في الواقع ريحته في منتهى الجمال وانثويه قوي قوي وصيفيه كده منعشه. من الحاجات برضو اللي حبيت الحقها وهي الميني بيرفيوم، هو ما بقاش بيظهر معانا كتير في الكتالوج للاسف، ولكن ظهر معانا الحمله دي، واحيانا كمان بيظهر معانا في العروض الداخليه بتاعه الاعضاء. جبت توداي وتومورو، نعرف منين ان هو الميني بيرفيوم بتاعه توداي ولا تومورو ولا اولويز؟ اللي هتلاقوا البرفان نفسه مكتوب بالجولد، يعني هنا ده بتاع توداي وهنا ده بتاع تومورو. الميني برفان بيكون حجمه 10 ملي، وده بيكون شكله من جوه زي ما انتوا شايفين كده، بتبقى جوه في ناس بتقول عليه برفان الشنطة،
يا سلام على جمال تمورو، رائعة رائعة البرفانة دي، خصوصا في الشتاء بتبقى حاجة كده وهمية. أما توداي فهي برفانة زهرية صيفية طبعا بحتة، فأنا الاتنين دول كانوا مش موجودين عندي، فحبيت ان انا اجيبهم لان هما بيطلبوا كتير عندي على الجروب. من الحاجات برضو اللي ما كانش ينفع فوتها وهو سيرم الفيتامين سي، لانه برضو بيكون عليه طلب، فحبيت ان هو يكون متوفر عندي سيرم النضارة والاشراق. ويا حبذا بقى لو استخدمتي معاه التونر والسكراب بتاعه، وانا عاملة عنهم ريفيو مفصل على القناة. من الحاجات اللي خلصت عندي وكنت حابة برضو ان انا اوفرها تاني وهو الكلينزر بتاع كلير سكين. المهم المفروض ان هو بتاع الرؤوس السوداء وبينظف البشرة بعمق، وتقدري تستخدميه بشكل يومي، وهو بالالوفيرا والكامومين. ريحته لطيفة جدا، وفي حبيبات زي ما انتم شايفين كده سكرابينج لطيفة على البشرة، بينظف البشرة فعلا بعمق وبيسيبها منتعشة. وبرده من الحاجات بتاعت كلير سكين المناسبة للبشرة الدهنية وهو ماسك الفحم. الماسك دوت رائع 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 لأصحاب البشرة الدهنية والمختلطة، وده بيكون يا بنات شكله من جوه. هو ماسك عامل زي ماسك الطمي أو الطين كده، وفيه طبعا خلاصة الفحم بينظف البشرة بعمق، يسيب البشرة بتاعتك ما فيهاش أي زيوت أو شوائب. ممتاز ممتاز ممتاز، لازم كل بشرة دهنية يكون عندها الماسك ده. وبالإضافة كمان إن الغسول بتاعه رائع، وبرده فيه حبيبات جميلة. من الحاجات طبعا اللي لحقتها أول يوم في الحملة وهي السان بلوك بتاع ايفون، سواء بتاع انيو أو ايفون كير سان بلس. بتاع انيو انا بعشق 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 اللي بالهايلورونيك اسيد. والفرق بين اللي بالهايلورونيك اسيد واللي من غير هايلورونيك اسيد ان اللي بالهايلورونيك اسيد بيبقى مناسب شويه للبشره اللي محتاجه ترطيب، والبشره اللي بدا يظهر عليها علامات التقدم في العمر، فبيساعد في علاج العلامات اللي عندك. طيب اللي بيبقى بالهايلورونيك اسيد بيبقى مكتوب عليه انتي رينكل. طب اللي من غير هايلورونيك اسيد، انا جايبه لكم الاثنين عشان تشوفوا الفرق، بيبقى مكتوب عليه انتي ايجينج. انتي ايجينج يعني مضاد لعلامات تقدم العمر، بيساعد على تأخرها، لكن دوت بيساعد في علاجها. كده عرفنا الفرق، وانا هفتح لكم الاثنين ووريكم الملمس. الملمس واحد والريحه واحده، هو الفرق ان ده بالهايلورونيك اسيد وده من غير هايلورونيك اسيد. ده افضله للناس اصحاب البشره العاديه والجافه، ده افضله للناس اصحاب البشره الدهنيه والمختلطه، يعني كل واحد وحسب راحته. هو عموما الاثنين اويل فري، ما فيهمش اي زيوت، فالاثنين ممتازين ومن الحاجات الرائعه. وكمان السبراي بتاعهم هكلمكم عنهم ان شاء الله هم الثلاثه. ولكن بشكل سريع وضحنا الفرق عشان في ناس بتتلخبط. اللي بالهايلورونيك اسيد مكتوب عليه انتي رينكل، ودايما عليه علامه بيضاء كده لان ده اصدار جديد، يعني اصدار صدر بعد الانتي ايجينج. اما اللي من غير هايلورونيك اسيد بيبقى مكتوب عليه انتي ايجينج، ووضحت لكم الفرق، وان شاء الله هنعمل عنهم ريفيو مفصل. من الحاجات بقى الرائعه اللي تنفع للجسم عموما لان حجمها اكبر كمان، وهو الايفون كلير سان، وهو الاس بي اف بتاعه 50، وبرده الكريم بتاع انيو الاس بي اف بتاعه 50، ودي اعلى حمايه. بتاع انيو حجمه 50 ملي، وانا طبعا افضل ان احنا نستخدمه للوجه فقط لانه حجمه على قد الوجه بيقعد معانا حبه حلوين. لكن الايفون كير بقى نقدر نستخدمه على الوجه، ونقدر نستخدمه كمان على الجسم، بالاضافه ان هو مقاوم للميه، والاس بي اف بتاعه عالي وحجمه 150 ملي، ورائع رائع رائع. انا مش بستخدم غيره لبنتي بصراحه، رائع. وانا اللي عندي خاصه عشان كده جبت لها واحده جديده عشان السباحه او التدريب والكلام دوت. من الحاجات برضو اللي محبتش افوتها من منتجات انيو وهو الكريم بتاع ليفتنج دوال اي سيستم. الكريم ده انا بحبه جدا، برطب بيه عيني خصوصا بالليل او قبل الميك اب، ما بحبش افوته لما بيكون نازل معانا في الكتالوج، بالاضافه ان اللي عندي خلص فكان لازم اجيب واحد جديد. ده غير بتاع الهالات السوداء. بتاع الهالات السوداء ده انا ما برشحوش، يعني جبته وما حبيتهوش في الاستخدام. واللي عايز يعرف رايي فيه بالتفصيل يقدر يروح
يروح يتفرج على الريفيو بتاعه. من الحاجات بقى اللي لما بتنزل انا ما بفوتهاش، لان اولا انا بحبها جدا، ثانيا هي ما بتقعدش عندي على الجروب، وتعتبر افضل ليب بالم انا استخدمتها في حياتي. انا جربت لابيلو، جربت تشاو، وجربت اللي هي العادية بتاعت لونا، وجربت كل الانواع اللي انتوا ممكن تتخيلوها. من الحاجات اللي انا بحبها وارتحت عليها جدا، تعجبني ريحة وطعم وترطيب، هي الليب بالم بتاعت ايفون كلر ترند بالدرجات المختلفة بتاعتها، بالأطعمة المختلفة بتاعتها. عندنا الكاندي كورن، ودي رائعة، ومش هتلاقوا الفليفر دي في اي ليب بالم في اي شركة من الشركات التانية. عندنا البيري، وعندنا سترو بيري، وعندنا كمان الشوجر كوكي، برضو طعمها وريحتها رائعين، اللي هي لونها بينك، ودي طلبتها في اوردر تاني فمحبتش فوتهم، لان هما برضو من الحاجات اللي بيخلصوا بسرعة من الشركة، فلحقتهم من اول يوم في الحملة. حبيبي ومعشوقي، معشوقي وانا بحبه، ومامتي بتحبه، وبنتي بتحبه، بنحب ريحته، بنحب ترطيبه، بنحب النعومة اللي بيسيبها في شعرنا، والريحة مش عايزة اقول لكم ريحته بتقعد في الشعر فترة حلوة قوي، يعني غير ان ريحته ممتازة. من الحاجات اللي بحبها جدا في الشامبوهات بتاعت ايفون ناتشرال هير كير، هو الشامبو اللي بالالوفيرا والماكاديميا، ريحته من اروع ما يكون، بينعم شعري جدا ويخلي تسريحه وتسليكه سهل، بالاضافة ان هو 2 ان 1 شامبو كونديشنر، شامبو وبلسم، فيعني حاجة كده تستخدميها تنعيم وريحة رائع رائع بصراحة. وانا لما بينزل لازم الحقه، انا عارفة ان هو بيكون متحدد واحد في الاوردر، فبصراحة ما لحقتش الشهر ده غير واحد وجبته، وهو بيكون حجمه 700 ملي، وبرده من الروايح اللي بحبها جدا 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 جدا، وبتغذي الشعر جدا. هو برضو الشامبو بتاع ايفون ناتشرال هير كير اللي بالشيا والمشمش، رائع يا بنات، دول ماي فيفوريت في الشامبوهات بتاعت ايفون ناتشرالز، انا بعشقهم، خصوصا ان هو كمان برضو 2 ان 1 شامبو بلسم، وحجمه 700 ملي، بيقعد كتير جدا 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 جدا، من اروع الشامبوهات عندنا في ايفون الشامبوهات بتاعت ايفون ناتشرالز. والاتنين دول انا بحبهم، وكمان بحب اللي بالكركديه. انا يعني مش عايزه اقول لكم على الريحه والجمال، وده بقى بيعمل فوليوم للشعر كده، الناس اللي شعرها خفيف ده بيدي فوليوم كده، وبرده بيدي ريحة حلوة قوي قوي، وده بالتوت والكركديه، لكم ان تتخيلوا بقى ريحة التوت قد ايه جميلة، وبرده حجمه 700 ملي، والنوع دوت برده كان بقاله كتير قوي ما بينزلش، واول ما بيتوفر معنا لازم اجيبه. دي من الحاجات اللي ما بتقعدش في الشركة وما بتقعدش عندي على الجروب، وفعلا تستاهل سعرها، سعرها مقارنة بحجمها وجودتها انا بشوف ان هو ولا شيء. فدي من الشامبوهات اللي انا ما اقدرش استغنى عنها وما اقدرش اقطعها، لا ليا ولا لعملائي، دول برضو من الحاجات اللي انا لحقتها. ومن الحاجات بقى اللي انا كان اول مرة اجربها الحملة دي، وهو كان اول مرة ينزل معانا، وهو الشاور كريم اللي هو اسمه سويت اند جويفل، وهو المفروض بالفريزيا والرمان. انا كنت متخيله ان هو هيكون ريحته بقى رمان قويه زي البابل بيست اللي كان بينزل معانا زمان بالرمان، ولكن هو ريحه الزهور غالبه عليه اكتر من ريحه الرمان، ولكن ريحته حلوه. هو بيكون حجمه 500 ملي، وخدوا بالكم ان ده شاور كريم مش شاور جل، فبيرطب الجسم كمان، ريحه وترطيب، وزي ما انتم شايفين كده لونه لؤلؤي. طبعا هو مش جاي كده، انا استخدمته كمان برضو اللي هو الشاور جل اللي هو اسمه اورنج تويست، انا كنت جبته الحملة اللي فاتت وحبيت ان انا اكلمكم عنه. هو برضو ريحته المفروض برتقان وياسمين، فهو برضو ريحة الياسمين فيه واضحة مع انتعاش البرتقان، فالاتنين ريحتهم لطيفة. بس انا حابة بس اعرفكم ان ده ريحة الرمان فيه مش قوية،
ريحة الزهور فيه أقوى، وده ريحة الأورنج فيه أقوى، ولكن برضو ظهرة فيه ريحة الياسمين. دي من الحاجات اللي ظهرت معانا مؤخرا في الشركة في الباكجينج الجديد بتاعها، الشاورات بتاعت ايفن سينسز اللي بالأورنج ده شاور جل، لكن اللي بالفريزيا والرمان شاور كريم. فناخد بالنا اللي عايز شاور جل يجيب شاور جل، واللي عايز شاور كريم يجيب شاور كريم. الشاور كريم بيبقى فيه نسبة ترطيب أعلى طبعا من الشاور جل. أصحاب البشرة الدهنية بيبقى من المفضل ليهم استخدام الشاور جل، أما أصحاب البشرة الجافة بيبقى من المفضل ليهم استخدام الشاور كريم، عشان يبقى انتعاش ونظافة وترطيب في نفس الوقت. ومن الحاجات برضو اللي لحقتها واللي أنا بحبها جدا واللي مش متوفر معانا منها حاليا غير الإصدارات دي هو البودي سكراب، وما بينزلش معانا حاليا في ايفن غير البودي سكراب بتاع ألوها من واي من ايفن ناتشرالز بودي كير. سكراب لطيف خفيف، هو المفروض بيعمل سكرابنج للجسم، ولكن الحبيبات بتاعته مش خشنة ومش ناعمة، ولكن انا بيعجبني فيه ريحة الجوز الهند القوية اللي فيه، وكمان بيسيب الجسم مترطب مع التقشير، فانا بشوفه حاجة لطيفة، وده من الحاجات اللي خلصت على طول من الشركة. وطبعا نظرا لظروف الاستيراد والكلام دوت، ايفون بتحدد لكل عضو قطعة او قطعتين حسب توافر المنتجات، عشان خاطر تتيح الاعضاء كلهم ان هي تلحق المنتجات. ومن الحاجات اللي انا مقدرش اقطعها ابدا وهو السكراب البيل بتاع انيو اللي بالفيتامين سي، ودايما بستخدمه مع السيرم، وكمان بستخدمه مع التونر، بس انا التونر متوفر عندي، لكن دول من الحاجات اللي بتخلص بسرعة، عشان كده بطلبها على طول. فالمجموعة مع بعض السكراب والسيرم والتونر بيبقوا رائعين جدا. من الحاجات برضو اللي بحبها وكنت منتظرة ان هي تنزل تاني وهو السكراب بتاع الفوت وركس، وهما مسمينه راف سكين ريموفر، يعني بيشيل الجلد القاسي او الحاد، او يعني الناس اللي هي قوابها فيها جلد ناشف دوت ممتاز. ده عبارة عن حبيبات سكراب قوية جدا مع ريحة النعناع، والسكراب كمان يرطب لانه هو قوامه كريمي جدا رائع. انا كان عندي واحد وقرب يخلص، فكنت منتظرة ان هو ينزل تاني، واول ما نزل في الكتالوج جبته على طول، وهو بونس سايز يعني حجمه مضاعف وحجمه 150 ملي. انصحكم تجيبوه جدا، بيفرق في الروتين بتاع الاقدام جدا جدا جدا، من المنتجات الرائعة في اللاين بتاع فوت وركس. وانا هكلمكم عن كل المنتجات اللي جربتها ان شاء الله من فوت وركس في القريب العاجل. من الحاجات برضو اللي كنت حابة اني اجربها ولحقتها الحمد لله وهو الكريم الاساس بتاع ايفون ترو كولر وايفون ترو فلاولس. ايفون ترو فلاولس هو المفروض للبشرة المختلطة والدهنية، والدرجة اللي كانت تناسبني هي لايت ايفري، والحمد لله لحقتها لانها خلصت بسرعة جدا من الشركة. وده بنات بيكون شكله من جوه اهو، وده الدرجة من جوه اللي حابب يشوف اللايت ايفري دي شكلها ايه. هي المفروض درجة فاتحة، ولكن هو بيتناغم مع لون البشرة. انا مش مؤيدين ان انا اجيب كريم الاساس يكون اغمق من بشرتي والكلام ده، ما بحبش انا اغمق نفسي، اجيبه يا اما درجتي يا اما افتحه مع بقى البرونزر والكونتور والحاجات دي بيظبط الاداء. ومن كريمات الاساس اللي انا كل ما اجي اجربها تكون عندي متاحة حد يطلبها هو الكريم بتاع ايفون ترو اللي هو العلبة بتاعته ازاز، والدرجة اللي يعني تعتبر متقاربة لبشرتي متوفرة الشهر ده هي درجة ايفري، ودي الدرجة. هو في منه طبعا بورسلين، في منه درجات فتحة بس ما كانتش متوفرة معانا الشهر ده، فهجرب درجة دي لان ناس كتير قوي قوي شكرت فيها وقالت برضو ان هو بيتناغم مع لون البشرة، شفت عنه ريفيوهات كتير فكنت حابة ان انا اجربه بنفسي. ان الاتنين المفروض ان تغطيتهم من متوسطة لعالية، فهجربهم بقى واقول لكم رأيي فيهم ايه بالتفصيل. ودي من الحاجات اللي ما عادتش برضو في الشركة وخلصت على طول، خصوصا الدرجات الفاتحة.
ومن الحاجات برضو اللي انا لحقتها وبتطلب عندي على الجروب كتير، وهو البرفان بتاع وايلد كونتري، على طول خلص ما قعدش. من البرفانات الرائعة، انا عندي في البيت بيحبوه جدا 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 جدا، يعني بيتهافتوا عليه. ريحته ممتازة، ريحته ممتازة، ثبات وشياكة، وشكل الإزازة جميل. بس هو من البرفانات اللي بتيجي من الشركة من غير سلوفان زي ما انتوا شايفين، حتى التيكت بتاع التصدير زي ما انتوا شايفين ملزوق عليه من بره. بس من الحاجات اللي بتطلب عندي على طول، بخلي عندي واحدة او اتنين متوفرين عشان اللي حابب ان هو يطلبها يلاقيها متوفرة. ومن برضو البرفانات اللي لحقتها سواء رجالي او حريمي، عندنا البرفان بتاع رير اونكس، برضو كان متاح لكل عضو واحد في بداية الحملة، فلحقته لانه هو عجبني، واللي ما راحش يتفرج على الريفيو بتاعه يروح يتفرج عليه بسرعة، هيلاقيه على القناة، وهسيب له اللينك كمان في التعليقات تحت. ومن البرفانات اللي انا صدمت من جمال ريحتها وحاسه ان هو مش واخد حقه، هو البرفان بتاع ايفون بلاك سويت، وهو المفروض ان هو اودو تواليت. والبرفان ده رجالي، بيكون حجمه 75 ملي. وبرده الوايلد كونتري، كل البرفانات الرجالي عندنا في ايفون بيكون حجمها 75 ملي زي ما انتم شايفين، ولكن احنا كستات مهدور حقنا، بيكون البرفانات بتاعتنا 50 ملي بس، عشان معروف بس ان الرجاله بيرشرشوا كتير، لكن احنا شاطرين ومقتصدين وبنحافظ على حاجتنا وبنستخدمها كده بهداوة. بس دي برضو من البرفانات الرجالي اللي لحقتها، وبرضو عملالكو عنها ريفيو. انا اتأخرت فتح الكراتين وانشغلت في الريفيوهات، ولست كمان في ريفيوهات حلوة نزلة بإذن الله. كل الحاجات بقى المتأخرة دي، سواء هعمل لكم بقى ريفيوهات عن السامبلوك بتاع ايفون كير او انيو، كمان المنظفات، كريم الاساس، عندنا حاجات كتير قوي لسه عايزين نعمل عنها ريفيو، الروجات بتاعت ايفون كالر، والروجات الجلاس الجديدة، لا والبرفانة بتاعت كمان ايف بريف، لا في حاجات كتير ان شاء الله في الخطة باذن الله. انتظروني، يعني انا عارفة ان انتوا دايما بتنتظروني ودايما بتدعموني، وانا يعني بحبكم قد الدنيا. من بقى التحفيزات اللي خدتها، كان عندنا اول تحفيز حلو قوي، اللي يعمل اوردر ب 1500 جنيه ياخد البرفانة بتاعت ايفون سوفت ماسك، وانا برضو عمل لكم عنها ريفيو، في ناس كتير قوي بتحبها. وكمان الامبولات المعالجة للشعر اللي هي بالارجان والكوكونات اويل، بزيت الارجان وجوز الهند، وده يا بنات بيكون شكلها هي شبه حمام الكريم كده، ولكن هي المفروض بتستخدميها مرة واحدة في الأسبوع، وليها طقوس كده في استخدامها، هبقى أكلمكم عنها برضو بالتفصيل، لأن دي مش أول مرة أجيبها، أنا دايما عندي ودايما بستخدمها ليا ولبنوتي. أما بقى البرفان بتاع سوفت ماسك للناس اللي ما شافتوش قبل كده، ده بيكون شكله، دي من البرفانات زي ما انتوا شايفين اللي بتيجي من غير سلوفان، وبتعرفي ان البرفانة بتيجي من غير سلوفان ان اللوجو بتاع التصدير بيكون موجود او ملزوق على العلبة بتاعة البرفانة دايركت، واللوجو بتاع التصدير ده ما بيجيش ملزوق على كل البرفانات، يعني في برفانات بتبقى متسلفنه ما بيكونش عليها اللوجو بتاع التصدير، عشان في ناس تقوليك لا نهى دي البرفانه مش اوريجينال مش عليها اللوجو، اللوجو ما بيبقاش على كل البرفانات يا بنات. ده شكل البرفانه، البرفانه ريحتها صباحيه، ريحتها بودريه، فيها حته كده مسكره على خفيف، ريحتها ريحه نظافه، وفيها حتة كده نسك لطيفة، فالناس اللي بتحب الريحة البودرية، ريحة زي ما يكون ريحة كده مكياج، هتعجبها. ومن الهدايا اللي انا خدتها برضو على المشتريات بقيمة 2300 جنيه، اللي يعمل مشتريات بقيمة 2300 جنيه هيقدر يحصل على البادي لوشن اللي بي تي تري بشجرة الشاي، وده بيساعد جدا في تهدئة البشرة، الناس اللي بشرتها بتحمر، اللي بشرتها بتتحسس، لو عملتي سويت، عملتي ازالة شعر، اللوشن ده بيساعد جدا 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 على تهدئة البشرة. هو
كاتبين عليه حتى calming mister، يعني ترطيب وتهدئة للبشرة، وبرفانتي المفضلة اللي انبسطت قوي 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 ان هي نزلة في التحفيز، وهي البرفانة بتاعت البور بلانكا، برفانة الجمال والأنوثة والرقة والهدوء. يعني برفانة لو انا قعدت اتكلم عليها سنين وسنين مش هوفيها حقها، ودي برضو من الحاجات اللي بتتنسف عندي على الجروب وبتتنسف في الشركة اول ما بتنزل. اعذروني كده، لازم اشم ريحتها من البرفانات اللي فوق الروعة، مش رائعة، مش هقول عليها رائعة عشان ما اظلمهاش، فوق 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 الروعة، وهي متوفرة عندي على الجروب وبسعر حلو جدا، ومتوفر كمان منها كمية للي حابب يلحق قبل ما تخلص. وبكده ينتهي معنا فتح الكراتين النهاردة، في اوردر انا عاملاه صغير ان شاء الله هفرجكم عليه في القريب العاجل، عليه تحفيز 400 جنيه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واي حد محتاج اي حاجة من الكرتونة سواء انا قلت ليا ممكن اوفرها له، واطلب انا تاني لما المنتجات تتوفر في الشركة، او اي حد عجبه اي حاجة سواء من البرفانات سواء من الغسولات، اي حاجة من الكرتونة تقدري تكلميني على الرقم الموجود على الشاشة على الواتساب عشان تطلبيها مني، ولو عندك فيسبوك تقدري تخشي على الجروب بتاعي واللينك بتاعه في اول تعليق مثبت، وكمان في صندوق الوصف واسمه هينزل لكم على السكرين تطلبيها مني، وهتلاقوا كمان عروض حلوة جدا على منتجات بقالها فترة ما نزلتش في ايفون ولكن متوفرة عندي على الجروب. وطبعا اللي حابب ان هو يعمل معنا العضوية في ايفون ويستفيد من الهدايا الجميلة اللي موجودة قدامكم، ولسه كمان في هدية على اللي يعمل اوردر باعلى من كده، برفانتين بسعر رائع جدا. تقدروا تكلموني على الواتساب، الرقم الموجود على شاشة، عشان نعمل عضوية سوا تستفيدي من كل المنتجات والعروض الحلوة دي، وتستفيدي من الهدايا والتحفيزات بتاعت ايفن، وكمان تلحقي المنتجات من اول يوم في الشهر عشان تلحقي تجيبي كل احتياجاتك. ولو انت حابة ان انت تشتغلي معنا في ايفن برضو هدربك وخليكي سيلز ليدر شاطرة وناجحة، وتقدري ان انت تكوني فريق كبير ومن خلاله تاخدي عمولة ومرتب جميل تقدري تشتريهم كل اللي نفسك فيه. ما تنسوش اللايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديوهات حلوة كتير وريفيوهات احلى. على خير، باي باي.